إطلاق طابع البريد المشترك التونسي الجزائري اللي يمثل موقع جغرافي مشترك بين تونس والجزائر واللي هو واد مجردة. الطابع البريدي هذا هو الإصدار الثاني للبريد التونسي الجزائري المشترك. الطابع الأول كان يحمل صورة لمنطقة ساقية سيدي يوسف. الطابع البريدي هذا كما تشوفوا عنده سمة خاصة، هي سمة اقتصادية باعتبار أنه يساهم في تنمية قطاع مهم في الاقتصاد الجزائري والاقتصاد التونسي والقطاع الفلاحي. الاقتصاد التونسي والاقتصاد الجزائري تسعى الحكومتين بقيادة فخامة الرئيس قيس سعيد وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لمزيد تنمية القطاعات الاقتصادية وتطويرها وتنويعها، ولما لا بلوغ شراكة استراتيجية تجمع البلدين.